يخرب بيتك انا افتكرتك متي. اخيرا شفنا وشك حاجة دي. عايزة تروح تعالج على العاب معايا جيم بلاي ستيشن وامك مقطع امك. ما الحاجة اللي انا عايز اقولها يا بابا يا ماما ان انا نت علق فكنت طالع بس راستر الراوتر. وانا كلبة البحر. لا والله ايه ده يا جدعان مين بطل النت؟ عايز اتكلم في ورقة وانا واصحابي على السلم تحت بيوصلوا النت علينا. اكلاب انت وهي يا حبيبي ما بنشوفش وشكوا ده عشان النت. اه يا جدع سيبهم لي يا حبيبي سيبهم لي دول. يا نهار اسود اجري يا بس. لا يا نهار اسود كسرت الراوتر يا حاج النت هتقطع. لا كفايه كده فرهط. ايه ده؟ ايه ماما اللي انت عملتيه ده؟ انت مالك انت يا كلب البحر؟ هو ايه اللي انا مالي ده؟ طب عملت كده ازاي ولا دلوقتي عرفت تعمل كده ازاي؟ الصبح ابوك علمني السواقه انا لسه هحكي لك كل ده. خش شوف الفيديو على اليوتيوب وانت تعرف اسمه ايه ده؟ اسمه لما امك تتعلم السواقه. لما امك تتعلم السواقه؟ وانت اتعلمتي السواقه؟ اتعلمتي ايه ده؟ انت بقيتي اسمه ايه ده؟ اسم الفيديو لما امك تتعلم السواقه وبقيت بروفيشنال. بروفيشنال؟ لا ما اكيد طبعا انا ما بعرفش اعمل كده. وانت جيت نفسك ليه يا حبيبي؟ هي قدرات يا بابا. يلا روح اتفرج عليه. يبقى اكتب على اليوتيوب لما امك تتعلم السواقه وتعلم منه شويه. طب استني بس استني بس يا امي 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 اللي انت عملتيه. انت مين يا حاجه انت؟ انا ماما يالا. يا نهار اسود ومنيل. لما امك تتعلم السواقه لا ما واضح انها هتعلمك. ده بابا هيفرح بيكي قوي. يا بابا